لكل المستمعين ولكل المشاهدين، اليوم ده يوم دعاء. ادعي ربنا في كل ما تريد، اي امنية انت نفسك ان ربنا حققها لك ادعي ربنا، وابكي لله سبحانه وتعالى وانت بتدعي. اذا كنت في حالة من التعب النفسي، حالة من الضيق، حالة من الالم، ادعي ربنا سبحانه وتعالى وانت مشتاق الى عفو الله والى رحمة الله وإلى فضل الله وإلى إحسان الله وإلى رأفة الله تعالى بك حتى يخفف الله عنك. وربنا لو علم منك الصدق والله سيستجيب لك. نعم. وسيحقق لك أجلك. نعم. وهذا هذا الأمل. في بعض الناس، يعني كلنا طبعا مذنبين وكلنا بندعو الله سبحانه وتعالى أنه يغفر لنا ويعتقنا من النار ويتوب علينا، ولكن في ناس عايزة ربنا يغفر لها ولكن في ذنب معين هي مش عارفة تتوب عنه. أو بمعنى أصح هي مش عايزة تتوب عنه، فهل تدعي بالتوبة عنه وهي من قلبها لا أنا هكمل أعمل كده أنا ناويها يعني؟ أنا في حاجتين في كلام حضرتك مهمين جدا جدا. أي. أول حاجة إن أنا لما أقول إن أنا والله أنا بعمل ذنب، والذنب ده عامل لي أصلا مشكلة في نفسي. لأن الذنب سبحان الله يكون له أثر في قلب الإنسان طبعاً. يكون في بينه وبين الله وحشة، يعني من آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث وحشة في قلب الإنسان بينه وبين الله، حاسس كده ببعد شديد جدا عن ربنا سبحانه وتعالى ومش قادر يقرب من باب ربنا، لأن المعصية عاملة له حجاب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب بتعمل حاجة طبقات كده، زي الطبقات ربنا قال عنها اللي هي اسمها الران. الران طبقه فوق طبقه فوق طبقه من السواد في القلب، فالانسان القلب بتاعه يبقى محجوب عن ربنا سبحانه وتعالى، بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فالانسان لما يكون عامل معصيه ومن الذنوب والمعاصي ويقول انا خلاص بعيد عن ربنا ومش قادر اقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وفي امر الثاني، طيب انا دلوقتي هل ينفع ندعي ربنا برضو وانا في نفس الوقت على هذه المشكله وعلى هذه المعصيه وعلى هذا الاثم وانا لسه ما زلت واقع في المشكلة ديت؟ أولاً في حاجتين. الحاجة الأولى إن أنت لازم أولاً تبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، الاستغفار، وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده اسمه سيد الاستغفار. نعم. أو تقول أي دعاء من قلبك، مش لازم الصيغة دي بالضبط إذا ما كنتش حافظها، فتقول أي صيغة من الصيغ: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم استر لي عيبي، اللهم اجعلني أتوب من هذا الذنب، اللهم إني أسألك أن تتوب علي من هذه المعصية. تسأل ربنا التوبة حتى ولو كنت ما قدرتش تتخلص منها تخلص نهائي. ربنا سبحانه وتعالى لو علم صدقك أول شيء هيجعلك تبدأ تكره المعصية دي شوية بشوية. يحط قدامك أي حاجة كده، رسالة من الرسائل أو أي شيء من الأشياء اللي تجعلك تنفر من هذا الأمر وتبعد عن هذا الأمر حتى تتوب منه وتتخلص منه. نعم. لكن في نفس الوقت اوعى اوعى إياك احذر إن أنت ما تدعيش ربنا في سائر شؤونك وفي سائر أمورك. يعني كل حاجة أنت عايز نجاح لك ولأولادك، سعادة لك ولأسرتك، عايز رزق واسع، عايز ربنا يدفع عنك المرض، ربنا يدفع عنك الآفات، كل ده احرص عليه وخليك بتدعي ربنا. لأن سيدنا سفيان ابن عيينة بيقول لنا كلمة جميلة جدا، بيقول: لا يمنعنك من الدعاء ما تجده في نفسك من الشرور. بمعنى ما تجده في نفسك من الشرور؟ انت شايف نفسك مليانة شرور كتيرة ومعاصي كتيرة وذنوب كتيرة، فتقول: لا انا مش هقدر ادعي ربنا، انا مكسوف، ازاي ادعي ربنا وانا على الحالة الصعبة دي، الحالة السيئة دي، الرديئة دي؟ فسيدنا سفيان بيقول لك اهو: لا يمنعنك من الدعاء ما تجده في نفسك من الشرور، فإن الله تعالى قد استجاب من هو شر منك، وهو إبليس لما قال: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ربنا قال له إيه؟ صح. قال: فإنك من المنظرين. يعني استجاب له دعاءه مع إيه؟ مع أنه والعياذ بالله تعالى يعني نعم. أكثر أهل الأرض نعم. عصيانا لله سبحانه، فربنا استجاب له. فسيدنا سفيان بيوجه رسالة لكل الذين يقعون في المعاصي والذنوب: إن حنانيك على نفسك، ادعي ربنا وما تخافش وما تقلقش، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. وإوعى تترك باب التوبة، وأوعى تترك باب الدعاء، وأوعى تترك باب اليقين والرجاء لله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى، وإنت حتى ولو كنت على معصية، لأن ربنا هو الكريم. نعم. هو الرحيم اللي بيقول: قل يا عبادي، بينادي عليك وبقول لك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله،
إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوف بيقولك